يمكنك تحميل ليزي مباشرة من صفحة إمبس بعد 3 أيام من تقديم الطلب. ستجد رابط صفحة إمبس في الأسفل في خانة الوصف. نقوم بالدخول على صفحة إمبس. نضغط على Enter in my إمبس أعلى الصفحة على اليمين، ثم نضغط على Speed، ثم نضغط على Enter con Speed. ستجد جميع المؤسسات اللي بتقدم خدمة سبيد. أعتقد إن الجميع لديه بوست سبيد. سأقوم بالضغط على بوست اي دي سبيد. عند فتح صفحة بوست اي دي سبيد، نضع الاسم نومي أو تانت ورقم السر باسورد اللي قمنا باختيارهم عند عمل بوست سبيد. بعد وضع الرقم السري والاسم، نضغط على Enter con Speed، ثم نضغط على Prosegue. هنا يظهر في التليفون المحمول رسالة تطلب رقم الحماية الثاني اللي قمت باختياره عند قيامك بعمل Speed. إذا لم تظهر الرسالة على التليفون، ندخل على App Post ID ونضع رقم الحماية الثاني المكون من 6 أرقام أو حروف. عند كتابة رقم الحماية الثاني بشكل صحيح، ستظهر صفحة البيانات الشخصية. سنذهب للأسفل ونضغط Account Center. في الأعلى ستجد الشركة. نكتب في خانة الشركة Easy، ثم نضغط الشركة. سنذهب إلى Easy Post Reforma 2015. نذهب في الأسفل ونضغط على أبريل فاشيكولو، ثم نضغط مرة أخرى أبريل فاشيكولو. نقوم بالضغط في الأعلى على ديكراتسيوني، ثم نضغط على ديكراتسيوني استوريكو، ثم نقوم بالضغط على أنفيا لا ريتشيركا. هنا ستجد ليزي باللغة الإيطالية والألمانية. يمكنك تحميل الدي سو وتحميل التستاسيوني ولاريتش فوتا بصيغة PDF. إذا كنت تريد الذهاب إلى إيزي سابق، تضغط هنا كليك كوي. ستجد إيزي السنين السابقة. كنت تريد العودة إلى الأحدث، تضغط هنا. هناك طريقة أخرى لتحميل ليزي. نذهب إلى Vai a my Embes في الأعلى، ثم نكتب في خانة الشركة إيزي شركة. نضغط على كوما اكويزيري لاديسو بري كومبلاتا ريكيدري ليزي. في الأسفل نضغط على اتشيدي السيرفيزيو إيزي بري كومبلاتو. في أسفل الصفحة نضغط على كونسلتاسيوني، ثم نقوم بالضغط على تشيركا. هنا أيضا نضغط على دي سو التستاسيوني لا ريتشيفوتا. قمنا بشرح طريقتين لتحميل إيزي من على صفحة إمبس في أي وقت وفي أي مكان.